طيب انا في الحقيقه خبر معانا بيخص نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، اكد انه بدا بالفعل في برنامجه العلاجي للتعافي من الاصابه في العضله الخلفيه التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في امم افريقيا. صلاح كتب على حسابه على انستغرام: بدات امبارح برنامج العلاج والتاهيل، هعمل كل حاجه ممكنه عشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البدايه، برضو بحبها وبحب ناسها، حاولوا اكتر.